دول قوم ثمود دول وصلت من قوتهم انهم كانوا بيحفروا البيوت جوه الجبال داخل الجبال. واحد بيحفر بيت جوه جبل يعني حاجة صعبة. وشوف محتاج قد ايه قوة ومحتاج قد ايه يعني عضلات ومحتاج قد ايه ثبات ومخ، وعايز برضو محتاج ذكاء وفكر. هؤلاء القوم كانوا بيعملوا معاصي بل كفروا بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يتباهوا قوتهم يقولوا ايه، من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. هم مش عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم اشد منهم قوة. انا برضو بقول لك كده، انت اعتمادك على فعل المعصية ايه اللي مخليك جريء؟ انك غني، ربنا سبحانه وتعالى اغنى منك. انت ايه، قوي، ربنا اقوى منك. انت يا عزيز، العزة كلها لله. انت ما تقدرش تعمل، يعني ما تقدرش تتحدى ربنا. انا عايز اقول لك بس حاجة واحدة، هذكرك بايام الله، بايام عاد وثمود. تعال شوف الاول هم عملوا ايه، واجسامهم كانت عاملة ازاي، وانجزوا في حياتهم انجازات عاملة ازاي، وبنوا ايه، عشان تقارن انت ايه بالنسبة لهم، وكمان تاخد برضو عبرة. يمكن تقول انا برضو يعني هم كانوا اقوى مني وامتن وازكى مني، ما اقفش في طريق ربنا سبحانه وتعالى وامشي في طريق غلط. تعالوا نشوف هم كانوا بيعملوا ايه. ده قصر جوه جبل، وده بيت جوه هضبة. شوفوا البيوت دي كلها كانت صخور، هم عملوا البيوت جواها، عاملين غرف وحمامات وغرف نوم وشرفات وبلكونات ومزوقينها، وكل ده بايديهم. الواحد كان يحفر كده بالصخر. شوف ده قصر عجيب. هم بقى حجمهم كان قد ايه؟ تعالوا وشوف، شوف حجم الانسان قد ايه، حجم الانسان قد ايه، طوله مثلا قولي 25 30 متر. شوفوا حجمه قد ايه، ده انسان متحنط منهم. شوف حجمه قد ايه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد. شوفوا بني آدم واقف جنب راس الواحد من عاد وثمود قد ودنه بالضبط. شوفوا حجمه قد ايه، حجم الرجل اللي ميت قد ايه، عشان تعرفوا النهاية. ما فيش حد أقوى ولا يحد الله. شوفوا شايلين جمجمته، شوفوا حجم ما هم بيطلعوه من القبور، ماتوا، أين هم الآن؟ كل ده حجم جزء من بني آدم. وادي جماجمهم مكسرة ومهشمة تشهد عليهم بأنهم ضعفاء ومساكين، وما هم إلا عباد لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. أديكم شايفين، أدي عاد وأدي قوتهم. لما ماتوا بإيه؟ ماتوا بالريح، بس شوية ريح.